بتنافس معاهم؟ لا. نعم. انا بعمل لمصلحه بلدي والاردن والعراق وكل الدول. لا ده انا جاي لحضرتك بقى الاردن والعراق. الممر اللوجستي رقم 3 من وجهه نظري في الاهميه. نعم. وهو الممر اللوجستي العريش طابه. طابه. العريش طابه. وعشان حضرتك تبقى عارف وانا بحيي اشقائنا الاردنيين ووزير النقل الاردني والعاملين في المجال النقل في الاردن. أيوة. بل وكل الحكومه الاردنيه وانجاز لي يعني. نعم. اشكر جلاله الملك والحكومه الاردنيه. نعم. اللي هم اللي طلبوا مجرد ان احنا عرفوا ان احنا بنعمل ممر وخط سكه حديد. نعم. قالوا احنا عايزين ننقل كل بضاعه الاردن على البحر المتوسط من خلال ميناء العريش ومؤقتا ميناء شرق بورسعيد لحد ما نخلص المملكة العريش. المملكه الاردنيه طلبت كده طبعا، كل تجارتنا من خلالكم وهم سامعيني. والدنيا كلها سامعاني. نعم. الاردن الشقيق. نعم. والعراق الشقيق. نعم. والدول العربيه. نعم. بمجرد ما احنا بدانا نشتغل في الخط السكك الحديد قدامنا اهو بالظبط كده. اتفضل. من احنا على فكره احنا بكره حضرتك هتلاقينا بكره. نعم. انا مع دوله رئيس الوزراء. نعم. ومجموعه من الوزراء هتلاقينا في طابه دي بكره ان شاء الله باذن الله. بكره هتلاقينا بكره. انا بكلم حضرتك دلوقتي الساعه 10 بالليل، بكره الفجر هتلاقينا هناك ان شاء الله باذن الله. عشان الخط ده، عشان الخط ده، وعشان كل التنميه اللي في طابه واللي في نويبع واللي في سانت كاترين. احنا يا استاذ احمد احنا مش سايبين حته في مصر. نعم. مش سايبين حته في مصر الحمد لله، وربنا يدينا الصحه وطوله العمر والستر، ونفضل نعمل لبلدنا وحكومتنا ورئيسنا. ما فيش ورانا غير شغلنا. نعم. فاحنا الخط اللي بنتكلم على الخط ده طابه العريش. واشقائنا في الاردن والخليج والعراق. اتفضل يا فندم. كل دول هيجيبوا سواء في ميناء العقبه او ميناء حقل في السعوديه. نعم. والعبارات اللي موجوده عندنا بتاعت شركه الجسر العربي للملاحه. نعم. اللي احنا بنطور فيها الشركه القويه العملاقه اللي مملوكه للثلاث دول الشقيقه مصر والاردن والعراق. شغاله على هذا الخط، شغاله دلوقتي هي العقبه نويبع. نعم. طب العقبه نويبع كافي جدا. ولكن احنا عشان نقرب شويه للقطر بقى اللي هينزل فيه النقب وطابه. فاحنا هنعمل ان شاء الله باذن الله العريش وطابه، وده حصر لحضرتك. ايوه. هنعمل ميناء في طابه، يبقى انا عندي ميناء في نويبع، عندي ميناء في شرم الشيخ. وعندنا ميناء في نويبع. ايوه. ويبقى عندنا ميناء في طابه. طب القطر يجي من العريش من فوق من ميناء العريش الى ميناء طابه او الى النقب. والشاحنات تشيل على الحاويات والبضاعة وتركب العبارات من مصر للأردن والسعودية إن شاء الله بإذن الله، وأنا وربنا يدينا الصحة وطولة العمر. ثلاث سنين إحنا خلصنا، خلاص عملنا الدراسات وعملنا التصميمات. دراسات المينا؟ دراسات المينا ودراسات الخط. والخط؟ دراسات المينا والخط. نعم. احنا الوقت شغالين، وزي ما حضرتك هتشوف دلوقتي. نعم. ادا جايبين الجسر العربي الملاح. الشركة المحترمة القوية. نعم. طيب النهاردة احنا شغالين دلوقتي من الفردان. حتى بلوظة 60 كيلو. ومن بلوظة حتى شرق بورسعيد 44 كيلو. نعم. دول بنرفع كفائتهم ونجددهم الخط اللي كان اتسرق ايام 2011. نعم. دي هي عبارات القاهرة للعبارات. نعم. عبارات الجسر العربي الملاح. نعم. بتشيل أفراد وبتشيل بضائع وبتشيل حتى 60 عربية، وبنجيب عبارات جديدة دلوقتي تشيل حتى 120 شاحنة عشان تاخد من القطر ده اللي هيجي بقى من العريش. زي ما بقول لحضرتك احنا دلوقتي وصلنا بلوظة، وحضرتك هتلاقي في احتفالات اكتوبر ان شاء الله القطر بيعدي من الفردان. أيوة. كان عندنا على قناة السويس القديمة. آه. كوبري على الفردان. نعم. عملنا له الزواج، وعملنا على قناة السويس الجديدة كوبري ثاني برضه مزوج سكة حديد. نعم. هيعدي يطلع شمالا من الفردان حتى بلوظة. ومن بلوظة يخش فرعة شمالا ثاني إلى شرق بورسعيد عشان المينا والمنطقة الصناعية. نعم. ثم والأنفاق. ثم يتجه شرقا إلى بير العبد، وده ان شاء الله باذن الله هيفتتح، وحضرتك هتلاقي القطر معدي في احتفالات اكتوبر القادمه. يعني هتقول لي اقل من 15 20 يوم. ايوه. القطر هيشتغل خلاص في سينا. ده واقع. ده واقع. لا لسه بنخطط ولا لسه بنصمم، بقول لحضرتك ده واقع. نعم. طب من بلوظه بقى حتى بير العبد. ايوه. قدام حضرتك اهو. انا بشكر حضرتك واشكر فريق الاعداد بتاع حضرتك. ادا الكوبري اللي على الشمال ده الغربي. اللي على قناه السويس الغربيه القديمه. أيوة. والكوبري الجديد اللي على قناه السويس الشرقيه الجديده. نعم. وبينهم الجزيره اللي في النص. نعم. الكوبري ده خلص. وعدى القطر واتجرب. نعم. وان شاء الله باذن الله ينقل ركاب وبضائع. تلاقي ان شاء الله باذن واحد احد قطار روسي جديد وقطار بضائع جديد
معديين الى شرق القناه الى سيناء عشان يبقى فعلا قطار التنميه رايح لاهالينا وبلدنا مصر او سيناء الجزء العزيز علينا من مصر. طب انا بتكلم هنا ركاب وبضايع ولا بضايع بس؟ لا ركاب وبضايع. ركاب وبضايع طبعا. وهنوصل العريش بعد كده. العريش بقى الخط بقى يربط ما بين مينا العريش ايوه واللي بتتطور دلوقتي اللي حضرتك شفتها اكيد. نعم طبعا. 2.5 كيلو بالضافه عشان يبقى عندنا 3.6 كيلو ارصفه في العريش باعماق تصل حتى 17 و18 متر. نعم. يربط بقى القطر ده يعدي على كل المناطق الصناعيه والصناعات الثقيله في وسط سيناء سواء في الحسنه او